انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية دولة فلسطين. يحمل المؤتمر شعار الأمن العربي المائي من أجل الحياة والتنمية والسلام، ويحظى بحضور رفيع المستوى من قبل وزراء المياه العرب. يتزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس وزراء المياه العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وللمزيد من المتابعة معنا من مقر جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية أطلعنا على أبرز بنود المناقشات في المؤتمر والاجتماع الذي تم. نعم، بعد التحية يعني مناقشات وجلسات عديدة استضافتها جامعة الدول العربية اليوم للحديث عن قضية هامة تهم المنطقة العربية، وهي قضية الأمن المائي. هذه المناقشات والجلسات كانت في حدثين هامين، كانت البداية في صباح هذا اليوم بانعقاد المؤتمر الرابع للمياه بحضور عدد من ممثلي الدول العربية في هذا المؤتمر الذي تنظمه دولة فلسطين وبرعاية جامعة الدول العربية. تم الحديث خلال هذا المؤتمر من خلال مداخلات الأعضاء والدول الأعضاء المشاركة عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأمن المائي في المنطقة العربية من خلال عدد من المحاور والجلسات التي ستستمر حتى غد الخميس، منها تحديات ندرة المياه والحلول، إدارة الطلب على المياه، وتغير المناخ وإدارة الجفاف. بالتأكيد تم توجيه الشكر لمصر في دعمها للقضية الفلسطينية وأيضا لدعم قضية الأمن المائي. وكما تحدثت أن هذا المؤتمر يأتي تحت عنوان الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام. كل الجهود التي تحدثت خلال هذه الجلسة تحدثت عن المبادرات والتجارب وضرورة تبادل الخبرات والتواصل والتشارك مع الدول المختلفة للوصول لحلول استراتيجية تضمن الحق والحقوق المائية للمنطقة العربية، لأنهم تحدثوا على أن هناك عدد كبير من المصادر للمياه الجوفية في فلسطين قد سرقت، فبالتالي يتم الدفاع عن هذه الحقوق من خلال كل هذه المشاركة. عقب هذا المؤتمر انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة عشر لمجلس وزراء المياه العرب، والذي سلمت فيه دولة لبنان هذه الرئاسة لدولة ليبيا، وتم استعراض الجهود التي بذلتها لبنان خلال رئاستها لهذه الدورة في الجهود المبذولة للدفاع عن هذه الحقوق المائية. وكانت هناك أيضا مداخلات من الدول الأعضاء، كل دولة تحدثت عن التصورات وعن الحلول وأيضا التحديات التي تواجه القضية المائية، وعرض عدد من التجارب والحلول لعرضها على المكتب التنفيذي لهذه الدورة لبدء اجتماعات هذه الدورة الرابعة عشر برئاسة دولة ليبيا، والاستعداد لمناقشة عدد من الموضوعات على أجندة هذه الدورة خلال الفترة المقبلة. أيضا فيما يتعلق بالمؤتمر العربي، يعني سيتم الخروج بعد انتهاء كل هذه الجلسات بتوصيات، هذه التوصيات ستكون على أجندة القمة العالمية، قمة المياه في مارس 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكيد على قضية الأمن المائي العربي والتأكيد أيضا على قضايا المنطقة العربية بأكملها. فبالتالي هناك جلسات ستستمر لمناقشة هذه التحديات التي تواجه قضية الأمن المائي العربي حتى تتمتع الشعوب العربية بكل حقوقها في المصادر المختلفة في المياه من خلال الأعضاء المشاركة والدفاع أيضا عن هذه الحقوق. هذا فيما يتعلق بالمؤتمر العربي للمياه ومجلس وزراء المياه العرب الذي انطلق في دورته الرابعة عشر اليوم من داخل جامعة الدول العربية. عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الجامعة العربية، شكرا جزيلا لك.